سمحوا لي احنا مغاربه الى وقت قريب راه الناس كانوا كيعيشوا بالخبز واتاي، دابا كاين الناس كيعيشوا بالخبز واتاي، ولكن الا مشات الهويه ديالنا، الا مشات الشخصيه ديالنا، الا مشات الاراده ديالنا، الا مشات التدين ديالنا، الا مشات الملكيه ديالنا، الله ينعل جدبو مطيشه والبصله والقصور ما عندوش توا زيدوا عليهم. خاص المغاربه يوعاو يفهموا شنو هو ما الذي يعني يحاك لهم. بالمناسبه مادام وصلنا للبصله ومطيشه، حنا كنقولوا لهذه الحكومه هذه النهار الاول فاش جيتي، حنا حاولنا نعاونوك. انا جيت لرئاسه الحزب لقيت سيدي الناس تيقولوا للسي اخنوش رحل، وبما في ذلك الاخوان ديالي في المجلس الوطني، راه السيد الرئيس ديال المجلس الوطني معانا. قلت لهم ما تقولوش للراجل ارحل، يلا هجا خليوه شوفوه اش غيدير. باش كنت متفائل؟ كنت متفائل تنقول للسيد يلا هجا، هو رجل اعمال كيسير بواحد الطريقه، خليه وربما ينجح. إذا نجح وتقدمات البلاد شو مشكلتنا حنايا؟ واش ضروري حنايا، واش ضروري حنايا، سمحوا لي الاخوان، واش ضروري حنايا نكونوا في رئاسه الحكومه؟ واش ضروري حنايا نكونوا في الوزراء؟ ماشي ضروري. حنا الدور ديالنا الاساسي هو نرفعوا الصوت ديال الشعب باش الحكام كلهم يسمعوه بطريقه جليه ويعرفوا ريوسهم واش تيحكموا. وهذا الشعب راضي عليهم ولا تيحكموا، وهذا الشعب ما راضيش عليهم. قلت للاخوان ما كاينش هذا الشيء ديال ارحل، ما تقولوش ارحل، فهمتيني ولا لا؟ قالوا لي الاخوان استعبدي لي علاش هذا صوت الشعب؟ قلت لهم ما كاين لا صوت الشعب لا والو، حنا حزب سياسي ماشي باش نتبعوا اللي كان، لا، الحاجه اللي حنا خصنا نقولوا الحاجه اللي الناس تجيهم معقوله وهما يتبعوها. الناس ديك الساعات تهدوا وبقات يقول حتى شي واحد ارحل، دازت واحد المده عاوتاني ناضوا ليه تيقولوا ليه ارحل. قلنا لهم سيدي ماشي الوقت ديال الارحال هذا، خليوا الراجل يكمل سنه نشوفوا واش تيدير. دازت دابا شحال، سنتين تقريبا سنتين. مع الاسف الرجل يحكم بدون رضا المجتمع، ما مديهاش فينا، ما مديهاش فينا احنا كاحزاب، ما مديهاش فينا وما مديهاش فيكم انتم كشعب. اللي تيبان له هو تيديروا. احنا بغينا نقولوا واحد القضيه الاخوان، تكون زعما الامور واضحه. هذه الحكومه عندها فلسفه، هذه الفلسفه فين كتجلى؟ 12 مليون ياك اسيدي، كان عندنا 12 مليون تيستافدوا من الرميد، كيجيو للمستشفى. الرميد بالمناسبه باش نقولها لكم، نعاود نقولها لكم، نبقى نقولها لكم، الرميد ماشي انا اللي درته، ما تبقاوش تقولوا السي من كيران دار لنا الرميد، ما درت لكم حتى شي رميد. اللي دار الرميد هو سيدنا. ملي جيت رئيس ديال الحكومه كان الرميد في الجهه ديال ازيلان. التدريبيه كانت هنايا. هنا الجهه كلها. هي في ازيلان. ازيلان. التدريبيه كانت في ازيلان. حتى من الليل تا هو كان. طيب ملي جيت قال لي يا سيدنا السي من كيران نعمو الرميد وغنتلاقاو نهار الثلاث، باش قلت له العام نهار الثلاث غنكون في فرنسا، كنت غنوب عليه في شي حاجه. قال لي ماشي مشكل زعما واخا تمشي لفرنسا. حنا قلت له واخا العام سيدي شويه. قال لي لا نتسناوك حتى ترجع. تسناني ترجعت نسيت مهنينا الفريق ديالنا بالنجاح البارحه. واسمح لي السير الكراكي ماشي هو اللي كيضربهم، الشرعي، ولكن هو كاين شي شرعي مفيد، ماشي داك الشرعي. لا مش هذا الشرعي المفيد، ماشي الشرعي اللي كينشر الصوره ديال ذاك اليهودي سميتو هذاك اللي جا كوفرين جابوه هو الاول، ولا بطل في هذا المغرب هذاك كوفرين، كيقتل خوتنا وحنا كنعتزو به ونديروه في الاحداث المغربيه. هذيك الاحداث المغربيه كانوا كيسموها الانجاس المغربيه، كيظهر لي هي كذلك جريده متصهينه اكثر من الصهاينه. انا كنظن ان اليهود غيكونوا تخلعوا في اسرائيل باللي شافوا باللي المغاربه هازين التصويره ديال الرئيس ديال البرلمان ديالهم، غنقولوا صافي ما بقى ما يدار هذا المغرب هذا ولا كله ديالنا. وانا باغي نقول للسي اخنوش
ما تبقاش تقول الحكومات السابقة هي اللي دارت لي مشكل. من اللي يكون عندك مشكل قول أنا اللي مسؤول وغنشوف الأخطاء ديالي ونصحها. تعلم صاحبي من الرقراقي. راهي لا بقيتي بحال هكذا راه ما تعرف تقدر تحيد انت يجي الرقراقي يولي رئيس الحكومة ديالنا. أنا بعدا شخصيا ما عندي مشكل. إيوا لأن عنده أخلاق ديال المسير. راه ماشي مهم الرئيس ديال الحكومة يكون عارف كل شيء ولا قاري كل شيء، خصو يكون عنده أخلاق. أخلاق ديال المسير. اللي كيتصرف بالبون سونس كيف تيقولوا الفرنسيين بالحكمه، وكيتصرف بالشجاعه وكيتحمل المسؤوليه. الا قلتي لي يا سي عبد الاله فهمتيني ولا الحاجه اللي درتيها انتيا، انا قلت درت الاصلاح ديال المقاصه وجيت لعندكم كنقول لكم انا اللي درت الاصلاح ديال المقاصه، كتقولوا لي انت اللي زدتي علينا في ليسونس. انا اللي زدت عليكم في ليسونس، انا اللي زدت عليكم في المازوت باش بقات بلادكم اليوم واقفه وكتبنضض لان بقات عندها ميزانيه. وشوفوا اش قال لكم اخنوش، قال لكم الا ردينا الدعم ديال الليسونس راه غادي تقبل الميزانيه، وقال لكم القجع فهمتيني ولا لا، قال لكم راه الا ردينا الدعم راه غادي ما غتلقاو لا الفلوس باش ديروا لا التعليم لا الصحه لا الاستثمار.